وزارة الداخلية بتواصل تواجدها الأمني لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بتكثيف التواجد الأمني بالعديد من الشوارع والميادين لتأمين المواطنين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا على المارة ومستقلي السيارات. واصلت وزارة الداخلية وجودها الأمني وانتشارها وسط المواطنين لتأمين احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، وقد نشرت الخدمات والارتكازات الأمنية بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة نظرا للإقبال الكبير من المواطنين عليها خلال أيام العيد، ما ساهم في استمتاعهم بأجواء العيد وبهجته. عشان أمانك انت أبدي روحي ليك وللبلاد، شرطة وشعب جنب بعض صف مسؤولية. حضور وزارة الداخلية في المكان يعني حسس الناس كلها بالأمان، مش احنا بس، الشرطة متواجدة معانا في كل حتة وفي كل مكان، وحاجة فوق الوصف. الحمد لله، يعني الواحد بينزل مطمن ومعاه أهله وعياله في يوم سعيد زي كده، والدنيا أمان. كما شاركت الوزارة المواطنين المترددين على الحدائق والمتنزهات هذه الاحتفالات من خلال فرق موسيقات الشرطة التي قامت بتقديم العديد من المعزوفات للمواطنين وشهدت تفاعلا كبيرا معهم. كل سنة والرئيس طيب والشرطة بخير وكل سنة وانتم طيبين. كله تحت السيطرة، خط زي المسطرة، اطمني يا مصر أمنك عندي غالي. كما شهدت مناطق كورنيش النيل وممشى أهل مصر خدمات أمنية اتسمت باليقظة للتعامل مع الخروج على القانون مع مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين. اتبسطت جدا بالشرطة النسائية لأن دي حاجة كويسة جدا بالنسبة للنساء، طبعا إن لو حصل لنا أي حاجة أو تعرضنا لأي حاجة هقدر ان انا اتكلم معاه باريحيه. كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبه، وكل سنه وانت طيب يا ريس، واحنا عايشين في الامن والامان من حوالينا. احب اقول لسياده الرئيس كل سنه وحضرتك طيب، وشكرا لكل المجهودات اللي انت بتعملها لنا وكده، وعيد سعيد عليك. كل مصري مننا امنه غالي عندنا، وابنه وابني كله هيكمل مكاني. انت الاهم والتحدي، ابتدي لك يوم جديد، نهار جديد يكون امان وبخير عليك وتكون سعيد. احنا بنشكر وزاره الداخليه على التهنئه الجميله اللي هم عملوها دي. كل سنه طيب الرئيس والحكومه المصريه والشعب المصري، كل سنه طيبين. عشان امانك انت ابدي روحي ليك وللبلاد. محيط دور العرض السينمائي شهد انتشارا امنيا، حيث تواجدت العناصر البحثيه والنظاميه وعناصر الشرطه النسائيه، وهو ما بث الطمأنينة بين المواطنين. حقيقي يعني الواحد يعني حاسس بأمن وأمان وهو ماشي في الشارع، وإن مفيش أي خوف ولا قلق ولا أي حاجة، الحمد لله. يعني احنا كنا نازلين أنا وأصحابي في العيد مبسوطين، وما شفنا الشرطة في المكان اتبسطنا أكتر عشان الأمان. وأحب أشكر الرئيس وأحب أشكر وزارة الداخلية. كله تحت السيطرة، خط زي المسطرة، اطمني يا مصر أمنك عندي غالي. مهما كان أو إيه جرى بالأمان منورة، مستعد إني أحرس في الليالي. دايما إحنا في أمن بعد ربنا وفيكم، فربنا يحفظكم يا رب. شعور طيب وكلنا واحد، يعني إحنا كلنا بنكمل بعض، كل سنة وهم طيبين. اطمني يا مصر أمنك عندي غالي، مهما كان أو إيه جرى بالأمان منورة، مستعد إني أحرس في الليالي. احنا سعداء بيكوا وبنحس بالامان وانتوا حواليك. كل مصري مننا امنه غالي عندنا، وابنه وابني كله هيكمل مكاني. انت الاهم والتحدي، ابتدي لك يوم جديد. هكذا يستمتع المواطنون بفرحة العيد تحت مظلة من الامن والامان الذي وفرته لهم اجهزة وزارة الداخلية. عشان امانك انت ابدي روحي ليك وللبلاد. يا رب بلدنا دايما كده في امن وامان وسلام على الدوام يا رب.